ترى على فكرة لما ارفع صوتي مو اني متفكك من جوك، بالعكس اني متحمس، يعني حاسه ولدنا وانت حاسك بتربيه غلط وانا بربيه صح، فاهم؟ كمان حبك. صباح الخير يا جماعة، كيف حالكم؟ طيب، السؤال قبل ما اقول ايش هسوي اليوم، سبحان الله دائما مع الفريلانس وغالبا في المجال المرئي، اما انت فاضي ما وراك لا شغله ولا مشغله، او وراك القضاء كله ما تقدر تنام صراحه، ما عارف. المهم ما علينا، دحين بنبدا في تجهيز، او عفوا اي صح، تجهيز مسلسل شقه عيال الموسم الثالث والاخير. فعندي هنا لسه اشياء لازم اسويها، بس ما اظن تكفي في اليوم ده اصلا، ما ادري والله. بسم الله نبدا عليها. طبعاً الجميلة اليوم عندي مشاوير عشان مسلسل شقة العيال، لازم اشتري اغراض واجيب كاميرات وعدسات وبطاريات وغيره. الميزة في هذا الموضوع انه ما عندي سيارة. طبعاً كيف هذا حتكون ميزة؟ لانه عندنا هنا شركة ظريفة اسمها زبكار، فتقدر تأجر سيارة من الشارع، مو من الشارع يعني، هي سياراتهم بس ممكن تأجرها بالساعة، تخلص شغلتك وترجعها. أظن هذه هي السيارة، هذه الأخت، هذه البيضة هي السيارة، مش دي الموتورسيكل اللي وراها. من نعم الله علي هنا في سان فرانسيسكو أني بعت سيارتي، هذه يمكن أفضل نعمة أو فكرة ربنا أعطاني إياها صراحة. يعني الواحد يعيش زي كذا كل يوم مو معقول، كذا كل ما حد يمشي، ما حد ولا حد يمشي ولا حد يروح أي مكان، بس كذا تشتري سيارة فخمة زي هذه اللي قدامنا وتقعد فيها. يعني انت اشتريت سيارة عشان توقف وسط الشارع وتفتح الكشف وتطالع السم. انا كان عندي كشف، هي حلوة بس وسط البلد ما تنفع، ما تنفع. انت تسوي زي البني ادمين العاديين تمشي كذا بالشارع، هذا هو الحل. او السيكل جو، هذا الرجال فاهم الارجاء، هذا يعرف ايش بيسوي، شايفين؟ هذا يعرف ايش بيسوي. من على قد ما تعرف تسوق، بس لو ما عمرك سوقت في سان فرانسيسكو ما لسه ما تعرف تسوق. يعني لازم تعرف كيف تسوق في سان فرانسيسكو عشان تعرف تسوق فين، في اي مكان. يعني في كمية قوانين في البلد هذه، يعني الواحد يبغى له ياخذ دفتر كده ويعرف ايش كيف يسوق في ويسجلها كده نقطة ورا نقطة. ليه بابا؟ ليه يا بابا؟ بس ليه كده السيارة؟ ليه يعني؟ خلاص خلصت كل الألوان في الدنيا. هذا الجميل في سان فرانسيسكو، حرية التعبير حتى بالسيارة، يعني سوي زي ما تبغى، شكلها يكون زي ما يكون. طيب الحمد لله وصلنا على أول مشوار على بيت عمران عيسو، هذا صديق عزيز عندي. عمران، هذا فينك؟ دقيقة تبي تشوف عمران؟ شوف عمران بالله لك، لا تشوف عمران، هذاك عمران، هذه هدية لي تنكسم. شوف هزة زي ما تبغى، تبغى سابتة وتلفها تلف معك سابتة. واو ما شاء الله، أهلا وسهلا. قول عني ما تقول. ما حنطلع الكرش، لا تخاف، لا طلعوا الكرش عشان ترى فيها دم لركب. أنا أظن كنت اللي حافل. لا تفضحنا. يا الله بيتك مرة حلو يا عمران. يا سيدي بيتك والله بيتك، عشان بس تعرفه بيت عمران بالله. شوف بيت عمران ما شاء الله، كذا تصحى الصبح تفرج على الشيء ده. لهم في الدنيا ولنا في الآخرة إن شاء الله. مشكلتي مع بيت عمران كل ما أجي هنا أبغى أقعد خلاص، ما أبغى أمشي، وكان المفروض أخليه آخر شيء في اليوم، يعني ابدا يومي بني اجي بيت عمران شكله حنقعد هنا، ويا عمي طز في كل مشاوير اليوم وطز في شقه العيال. يلا يا ابو عمره، انا اكثر من كذا شكله مش عارف، اخليك تتبناني ولا حاجه. طب اللي ما يعرف عمران ما شاء الله دحين اظن بعد بكره، على بكره ان شاء الله حيجي له عيل ان شاء الله. زين خلاص حتسميه، اللي بعد اليوم حتسميه ابو زين. بس كان مبسوط بالكاميرا هذه اللي اعطيته اياها الاكبر، الكانون 6 دي، لانه فيها الاوتو فوكس حقه ممتاز وتظبط الصوره لوحدها، عشان يصور ولاده ولده زي كذا. ولكن عشان حنستعملها في شقه العيال فلازم
اعطي له الكاميرا الصغيره دي اللي عمران ما هو راضي بيها وزعلان. قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله. دحين تصير الحاجه للكاميرا هناك يقول ايوه عمران عينه فيه. ظروف سبحان الله يا اخي، هذه بالعكس تعتبر البركه يعني، ولاده ولدك على مسلسلنا. نتبارك بهذا اليوم ان شاء الله. طيب غالي انا والله لازم اتوكل. عمران حبيبي مع السلامه. باي. تيك كير. ان شاء الله تتهنوا بالكاميرا. ان شاء الله انت مبروك على الكاميرا. ان شاء الله تنخرب فيها معاك. ان شاء الله توصل بسلام. يلا سلام. انا بس شاغل بالي موضوع الصوت والله، ما ادري هو الصوت نظيف. نعم. هذا البنطلون، هذا البنطلون اللي حتخل فخذ واحد منه. والله والله يجي عليك زي الفل. شكرا عمران. السلام. طيب نرجع تاني، انا بس شاكك في موضوع الصوت حق الجو برو. انا اشتريت مايك تركب عليه بس احسه كده شغله ومشغله يعني، هشبكه وبعدين اشبكه في الجوال بس ما ادري. السؤال اللي دائما يجيني من الناس، يا فؤاد ليش تصوير شقة العيال في زومين مره كتير وفوكس مره كتير يعني تعبتنا؟ لاسباب كثيره جدا. شقة العيال في اسلوب نبغى نخلي المشاهد هو جزء من المسلسل، هو معانا قاعد في شقة العيال، هو واحد من الشباب. فافضل طريقه انك تسويها هي اللي يسموها دوكيو دراما ولا الموكيومنتري، مثل مسلسل باركس اند ريكريشن ومسلسل ثاني اسمه ذا اوفيس. النقطة اللي تجي are we doing it right؟ هل احنا من جد بنجيب هذا الاحساس؟ هل احنا من جد بنسويها زي the office صحيحة؟ لا، احنا we're guessing، we are trying. كل شيء في الدنيا لازم له تجربة، احنا بنجرب، هذا اللي احنا بنسوي، بنجرب in trial and error لما نزبط اللرجة. ما في مدرسة، حتى انا بدرس صناعة افلام، ما في مدرسة يقول لك اوكي كيف تسوي هذا الستايل. هم ما يعرفوا، الناس تطلع ستايلات كل بين فترة وفترة وبيألفوها من دماغهم. فايو هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إيش كانت النقطة الثانية أصلاً؟ والله طالع دماغي. أيوه، النقطة الثانية وهي لها سر أنها تزبط، وهي المشاعر، هي الرياكشنز. بمعنى أنت دحين لو كنت قاعد مثلاً معانا في الصالون، مثلاً تخيل أنا وإنتوا قاعدين في الصالون ومعانا واحد ثالث، خلاص الشخص الثالث هذا مثلاً سبني، إيش هتروح تسوه؟ هتروحوا فجأة طالعوا كده جوا عيوني، يلا شوف ايش فؤاد كيف ردت فعله، ايش حيقول، حيسكت ولا ما حيسكت؟ هذا اللي احنا نبغى نسوي، فهمت علي؟ هذا هو السر. احنا نبغى نخلي بحيث انه يوم ما يكون في ردة فعل احنا ندخل زومين نشوف ايش ردة فعل. مثلا زي واحد من الشباب معانا، صالح العجمي مثلا، اسمه صقر اظن في المسلسل، ايوه اسمه صقر. لما مثلا يصير موقف ما يعجبه يطالع في الكاميرا كده مستعجبا عن النقطة هذه ليش صارت. فهذه كلها، هذه ردود الفعل، هذه المشاعر هي اللي نحن نحاول نبقاش يعني نقتبسها، we wanna يعني capture that moment. فهي هذه الفكرة الأساسية. هل بنقدر نزبطها؟ الله أعلم، احنا لسه بنحاول وبنجرب، ما تجي غير مع تجربة عديدة عديدة عديدة، عفوا عديدة من المرات يعني. والنقطة الأساسية أحسها كمان عشان نثبت هذا الستايل، الشباب لما يتدربوا أكتر، احنا لما نتدرب اكثر، فهي التدريب يعني practice makes perfect. فنحن ما نقدم اول موسم ولا موسمين، ونحن المواسم حقتها صغيره يعني 3 4 حلقات الموسم. الموسم الاخير ما اقدر افصح عنه، ما ادري هو موسم الاخير، لا مالي صلاح، انا ما قلت، ما اعرف حيطول حيقصر ما اعرف، ولكن ان شاء الله في تدريبات كثيره. ومنها عشان كده انا ابغى اجيب معدات معينه، بنصور بكاميرات اكبر، حناخذ يعني ريج حق الكتف، قطع نركبها على الكتف عشان نثبت الكاميرا، اشياء معينه حنستعملها عشان في الاخير نديكم محصله اجمل واجمل. وهذا الجواب ليش احنا نصور شقه العيال بهذه الطريقه. كنت مع فؤاد الخطيب مصور ومنتج شقه العيال، اهلا وسهلا، وانا دحين لازم ارجع اسوق. السلام عليكم. ستيفن صديق عزيز علي، هو من ماليزيا وبرضه بيدرس معانا في الجامعة، بس بيدرس تصوير سينمائي وعنده ما شاء الله معدات حلوة ويأجرها للطلبة. كان عامل له بزنس ظريف، إنسان ذكي والله، وزينا نسلف الناس. دور على ستيفن. Hello Stefan. Check the sound. I just bought it. It's a GoPro.
Not the other GoPro. This. It's this a gimbal. One. Oh my god. It's like the movie. Look. How much is this? Can I try? Yeah, try. Go for it. Go crazy with it. I tried running with it. Does it work? Yeah, it's going great. Go up and down, run with it, jog with it, do jumping jacks with it. Wow, it's awesome. It's amazing. Where do you get it? I got it from Amazon. Stefan is a great cinematographer. Hello. Okay, Stefan. Thank you so much. Bye. I'll see you on, I'll finish on the 15th. So 15 at night, I'll pass by. All right, thanks, man. Stefan Adeline. Yeah, it's سنتي والله يا ربنا يا اخي هذا دعاء الوالده الله يحفظها بيجي لي دحين نجيب المايك طيب الان بيجينا نجيب الشولدر ريج والشولدر ريج هذا حنجيبه من محل اسمه ساميز في داون تاون سان فرانسيسكو هنا المشكله دحين لو رجعت سان فرانسيسكو عشان اجيب المعدات الباقي حقت الكاميرا هذا قطار يا جماعة صوت القطار ما أدري وين مش قطار وادي سيارة بتعدي المهم وصلنا لساميز كاميرز المفروض نقدر نوقف هنا جوا بطريقة ما هذا محل الكاميرات من هنا نبدأ طيب هذه هي الرج اللي حنستعمله هذه السي 100 اللي حنصور فيها طحنا في مشكلة مالية صغيرة وهي انه هنا في امريكا ما تقدر تأجر شيء غير لو معاك اما تأمين المعدات اللي حتاخدها زي ما تأمن على السيارة تكون عندك تأمين شخصي لأي معدات تاخدها او الشيء الثاني يمسكوا على حسابك قيمة يعني مثلا لو كاميرا قيمة 5000 دولار لازم يمسك عليك قيمة 5000 دولار من حسابك يجمدها لما ترجع بعدين لو ما كان مكسورة ما شيء يرجع لك اياها المبلغ اللي احنا دحين ماخذينه مره رقم كبير فهي هذه عاد مشكله عاد بس اللي بيشتغل جوا كان معايا في الجامعه ف بس الامريكان ما عندهم علوم حقت يلا حبيبي انا خويك ظبطني اظبطك ما الشيخ شعب ما يعرف الكلام التزبيط ده طب الحمد لله دوبنا خلصنا من الكاميرات والمعدات وكل حاجه بقي لنا اخر شيء وهي زياره محل ايكيا المشهور وناخذ من عنده بعض الاضاءات ليش لانه تصوير شقة العيال ما حينفع نصور اضاءة يعني اضاءة العادية حق تصوير الافلام يعني ما نقدر نجيب لمبات ونعلق لازم نخليها يسموها practical light يعني ايش practical light يعني نجيب اباجورة الضوء العادي الاباجورة النجفة اشياء زي كذا والله ما نعرف كيف حتصير الصراحة يعني دحين انا عندي صورة من البيت فحنشوف فين نقدر نحط النور بحيث نخلي كل شيء طبيعي لأن احنا في ستايل شقة العيال بنلحق الناس فين ما راحوا فبس لما تصور انت فيلم خلاص نتصور المشهد هذا عندك السين هذا خلاص الكاميرا في هذا المكان ما حتتحرك احنا ممكن نحط مثلا اضاءة خلف الكاميرا على السقف على مدري ايش بس مع شقة العيال بتلاقيهم فجأة جيري برا في الشارع فبس فهذا هو يا جماعة صلى الله وبارك يعني ايكيا يوريكم examples اشياء ما عمرها تصير يعني حمسك تشتري بس عمره لو اشتريت زي كده غرفتك ما راح تصير زي كده والله صدقوني يا جماعة غرفتكم ما راح تصير زي الموجودة في ايكيا ما تزبط عمرها ما زبطت معي بس حلو اشياء مرة هنا مهمتي الان هنا في ايكيا جاي اشتري زي ما قلت لكم البراكتيكال لايتس كل هذه الاشياء لازم نسحب عليها ونروح على طول للانوار ما اني مرة احب دائما لما اجي ايكيا اجرب اشياء حتى لو ما حاشتريها بس كده تخيل يوم من الايام يمكن ايش يوم من الايام دائما كنت اقول ايكيا لا كل الناس عندهم ايكيا بس الحين اقتنعت يوم من الايام لما اصير غني حاشتري من ايكيا لا والله يجي مني هنا حيبدأ التحدي كيف حنلاقي أصلاً أنوار تنفع لبيت الشباب هاي تنفع لمطبخهم نقدر نركب منها حبتين خليهم أربعة حبات وأظن فعلياً ما في ميزانية فإحنا لو نقدر نجيبه ببلاش نفشخ من الجدار وناخده يكون عملنا معروف لشقة الأهل
كده خلصنا. أوف. ايش الازعاج اللي هنا؟ وبكده خلصنا اغراض شقة العيال. فانا شاغل بالي هذه الاغراض كلها كيف حطلعها، مو داخلها في سيارة، كيف حدخلها في بيتي؟ ما في واقف قدام البيت وما المهم ما علينا، انا ماني عارف شوف انت اليوم من هنا، واقول لكم مع السلامة، يمكن في زيادة ما عارف.